بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنتطرق إلى حرف S. طبعا رأينا فيما سبق غلات خصي، ورأينا الحالات التي يعني تقرأ فيها على شكل ك أنها تعطي هذا الصوت، تعطي الصوت ك مثلا، ورأينا الحالات الأخرى التي تعطي فيها الصوت S أنها تنطق كأس. رأينا هذه الحالات طبعا، فقط نشير هنا فيما يخص لا لا تخصي عندما تتبع بأش هذه الحالة البقية فإنها تنطق ش أنها تعطي الصوت ش. إذن سي مع أش تعطي الصوت ش، مثلا لو شوفال، مثلا لو شوفال تنطق كالشين في اللغة العربية. نقول مثلا لا شيفغ معيزة، لو شومان لو شومان الطريق، إلى غير ذلك. على كل حال عندما تأتي الصي مع أش تعطي الصوت ش، ممكن أنها الصي وأش تنضاف لها أس تنطق أيضا كالشين تعطي الصوت ش. مثلا عندما نتكلم عن كلمة شيما، شيما تخطيط، تخطيط إلى غير ذلك، إذا نتكلم عن شيما إذا أنها تنطق هكذا. هذه الحالة قليلة. هنا طبعا سنتطرق إلى الجانب الآخر اللي هو حرف S. طبعا رأينا S فيما سابق، على كل حال الآن سنرى هذا الصوت، سنرى الصوت S. لن نتحدث عن لا لاتر S في حد ذاتها، بل سنتحدث عن الصوت S. متى نحصل على الصوت S؟ مؤخرا طبعا كما قلنا رأينا لا لاتر سي عندما تتبع ب E أو E أو Y. إذن كما عندنا هنا سي لا لاتر سي سويفي دان N أو دان E إل سو برونونس S. إذن سي عندما تتبع ب E أو تتبع ب E إل سو برونونس، إذن هي تنطق S، تنطق كحرف S. On voit C avec cédille seulement devant les lettres A ou U. La cédille indique que la lettre C se lit S. نرى، on voit. أننا نرى، on voit. طبعا هذا on ذكرناه فيما سبق أنه واحد الضمير اللي ماشي مباشر، ما تعنينيش أنا بالضبط أو أنت أو الآخر، ممكن يعني كل شخص. On voit يعني أننا نرى. سي avec سيديل، إذا سي بهذا الشكل كما رأينا. seulement فقط. devant les lettres أمام الأحرف أو بالأحرى les voyelles A أو U. la cédille indique que la lettre C se lit S. إذا هذيك لا سيديل اللي دايره بحال الخمسة في أسفل السي، هذيك تدل، انديك ان تدل كو لا لاتر، بان لا لاتر، بان الحرف سي سولي اس، يعني انه ينطق، انه يقرا اس، ينطق كحرف اس. طبعا هذه حاله من الحالات اللي تنحصلوا فيها على الصوت اس. كما تلاحظوا اللي تهمنا هو نسمعوا هذا النطق ديال اس، ولكن متى؟ عندما تأتي السي متبوعة ب E أو E أو Y، وعندما تكون السي متبوعة ب A أو O E. طبعا رأينا بأنها تنطق كاكا، وحتى لا تنطق كاكا لأن بعض الكلمات تفرض علينا أن تكون هكذا، ولكن نريد السي أن تنطق كأس، نضيف لها هاد لا سيديل. هناك كلمات مثلا تكون فيها السي متبوعه ب او كما راينا، مثلا لا سوريز كما نرى هنا في الصوره سي لا سوريز. ثم عندنا كلمات تكون متبوعه فيها السي ب اي، مثلا لو سيترون، لو سيترون كما نرى هنا سي لو سيترون، سي لو سيترون. تكون سي متبوعه ب او اي ان، مثلا كلمة لا سانتور الحزام، لا سانتور
مثلا تسمع ميطي فوتغ سانتور، ضعوا أحزمتكم، لا سانتور الحزام. ثم عندنا كما قلنا الصي متبوعة بإي، أو كما عندنا هنا متبوعة بإي أن، مثلا لو سانتر، لو سانتر، قوس، قنطرة، قالب خشبي أو شيء ما نعلق عليه تياب، إذا نسمى سانتر. وممكن أن تأتي كأدجكتيف كنعت وتعني أهبل أو مجنون أو معتوه إلى غير ذلك. ممكن أيضا أن الصي تكون متبوعة بأن، نتكلم عن إن سونتين، إن سونتين، إذا نتكلم عن مئة. عندنا الصي عندما تكون متبوعة بأ، مثلا إن ليماس، إن ليماس، مثلا لا بوليس، لو بوس. عندما تكون الصي متبوعة بإي، لي غاسين، لو سينما، لو سينما، أن سيرك. ثم عندما تكون الصي متبوعة بإي غريك، أن سين، أن سين. في الحالة الأخرى عندما تكون الصي متبوعة بأ أو إي أو أو، ونريد أن ننطق هذا الصي كأس، طبعا نضيف لها سيديل. مثلا كما عندنا هنا نتكلم مثلا عن كلمة فاساد، لا فاساد، الواجهة. أو مثلا عندما نتكلم عن كلمة إل أغوسي، إذن هو تسلم، إل أغوسي. إذن كلمة غوسي الصي متبوعة بإي، ستنطق هنا الكلمة غوكي، لكن نضيف لها السيديل فنحصل على غوسي، فنحصل على غوسي. إذن تنطق الصي في الحالة كأس. ثم عندما تكون الصي متبوعة بأو، أو كما عندنا هنا متبوعة بأو أن، إذن كما هو في حالة كلمة لو غلاسون، لو غلاسون، بدون هاد السيديل سننطقها لو غلاكون، لو غلاكون. ثم عندنا الصي متبوعة بأو إي، إذن كما في كلمة لا بالونسواغ، لا بالونسواغ. رغادي سير إيماج، سي لا بالونسواغ، سي لا بالونسواغ. ثم عندنا كلمة غارسون، طفل، ان غارسون. إذا طبعا نفس الطريقة أننا نضيف هاد لاسيديل. ثم إلي ديسي، إلي ديسي، طبعا عندنا هنا الفيرب ديسوفوار، ديسوفوار، كما نتكلم عن أنه اغتم إلى غير ذلك. إلي ديسي، إلي ديسي، يعني كما نقول أنه اغتم، أنه أصيب بالغم. مثلا نقول إل أغوسي إن لاتر، يعني هو تلقى رسالة. ولكن إذا صرفنا الفيرب غوسوفوار مع إتر، نقول مثلا إلي غوسي، كما عندنا في الأعلى إلي ديسي، نضع مكان ديسي نضع غوسي. إذن إلي غوسي يعني هو استقبل. إذن كما قلنا بأن سي تقرأ كأس في حالة إذا كانت متبوعة بأ أو إي أو أو، إذا أضفنا لهاد لا سيديل. إذن بهذه الطريقة رأينا الحالات التي نحصل بها على الصوت أس ولكن باستعمال سي. الآن سننتقل إلى أس اللي هي أصلا مصدر هذا الصوت، ولكن كما ذكرنا بأن أس إذا وضعت بين دو فويل، بين صوتيين، إذن ستقرأ كزاد. إذن هذه الحالة تقريبا الوحيدة التي تتغير فيها أس عن هذا الصوت، التي لا تعطي فيها أس الصوت أس. ممكن أننا نجد كلمات فيها أس وحيدة، كما عندنا هنا دي سيكر، من السكر. إذن كما نلاحظ بأن أس أن جاءت في أول كلمة ستعطي الصوت أس، دي سيكر. مثلا إن سوغي، نتكلم عن فأرة، نفس المعنى سوغي، إن سوغي، إذا نتكلم عن نفس المعنى. ثم أن سوغيغ، إن سوغي، نتكلم عن فأرة، أن سوغيغ، نتكلم عن ابتسامة، أن سوغيغ، ابتسامة. ثم لا سوب، لا سوب، الحساء، إذا نتكلم عن لا سوب. أن ساك،
نتكلم عن كيس أو ساك يحمل الإنسان في يده. الساك كما تلاحظوا بأن أس تتواجد في أول الكلمة، وحتى لو كانت متبوعة بالفويل إذا طبعا فهي لم توضع بين دوفويل لأنها جاءت في أول كلمة، إذا فهاد لفويل هي من جهة واحدة ستعطي الصوت أس. مثلا دي سابل، دي سابل نتكلم عن الرمال، دي سابل أو الرملة. دو لا سالاد، دو لا سالاد كما نتكلم عن من السلطة، دو لا سالاد. إذا أس بنفس الطريقة تأتي في أول الكلمة. نقول مثلا إلي ساج، إلي ساج. إذا نتكلم عن شخص عاقل أو حكيم نقول عنه إلي ساج، إذا هي حكيمة أو هي عاقلة إلى غير ذلك. إذا هذه بعض الحالات التي تأتي في أس واحدة، وممكن تأتي في وسط الكلمة. نتكلم مثلا عن كلمة باستيك، باستيك إذا نتكلم عن الدلاع مثلا، الدلاع. إذا كلمة باستيك كما تلاحظوا بأن أس أتت في وسط الكلمة. ثم الحالات التي تأتي في أس مكررة نتكلم عن دوبل أس. إذا في هذه الحالة طبعا عندما تكون أس بين دوفويال، وفي هذه الحالة إذا تركت واحدة كما قلنا ستنطق كزاد، وحتى لا يكون الأمر كذلك إذا نضع دوز أس، نضع اثنان أس بين دوفويال، لأننا نريد في هذا المكان بالضبط من الكلمة الحصول على الصوت أس. إن طاس، إن طاس كما رأينا هنا، إن طاس، إن طاس. إذا دوزاس طبعا إذا لم تكن عندنا دوزاس، إذا لم يكن عندنا اثنان أس في هذه الحالة في هذه الكلمة طبعا سننطقها إن طاز، وحتى لا تنطق هكذا نضيف أس. مثلا الباس، هو يمر، هو يمر، الباس. نقول مثلا لوطون باس فيت، الوقت يمر سريعا. إذا كلمة باس اللي هو لو فيرب باسي فعل مرة، أنه تتضمن دوزاس. ثم عندنا البوس هو يدفع، نتكلم هنا عن لو فيرب بوسي، نفس المعنى نفس الطريقة. عندنا دوزاس بين إي وبين أ حتى لا تنطق هاد أس كزاد. ثم عندنا أسي، أسي يعني كثيرا، أسي. إذا كما تلاحظوا عندنا دوزاس. ثم عندنا دولا ليسيف، دولا ليسيف بنفس الطريقة. عندنا دوزاس لأن أس أتت بين أ و إي، أس أتت بين أ و إي. إذا طبعا إذا لم نضع دوزاس سننطقها لزيف. ثم عندنا ألاسو، ألاسو، ألاسو. عندنا أس بين أ و أو، إذا بين دوفويل، وحتى لا تنطق كزد نضيف أس. ثم عندنا دي سوسيسون، دي سوسيسون. إذا كما تلاحظوا بأن الكلمة تتضمن حالتين طبعا من خلال لا لاتر أس. عندنا الحالة الأولى لما تتكونش بين دوفويل، إذا طبعا نضع أس واحدة. وعندنا الحالة الثانية اللي هي بين دوفويل، بين إي وبين أو، إذا طبعا سنضيف أس هنا حتى لا تنطق سوسيزون. ثم عندنا أسي، أسي. عندنا دوزاس كما تلاحظوا، علاش؟ لأن أس أتت بين أ و إي، وهذا سوسون دوفويل. طبعا هناك حالة أخرى نحصل فيها على لوسون أس، نحصل فيها على الصوت أس، هي عندما تكون عندنا الطي متبوعة بإي أو إن. مثلا لا ريكرياسيون، لا ريكرياسيون استراحة. إذا طبعا تلاحظوا سيون، سيون لا نقرأها تيون بل نقرأها سيون، وهذه في كل الحالات. ثم مثلا إن أديسيون يعني الجمع، نتكلم على لا سوستراكسيون إلى أديسيون يعني الطرح والجمع. إن أديسيون
إذا نتكلم عن الجمع. مثلا إن بوسيون ماجيك، إن بوسيون ماجيك. إذا في هذه الحالات كما تلاحظوا تنحصلوا على صوت اس من خلال طي، ولكن عندما تكون متبوعة بإي أو إن في آخر الكلمة. طبعا هناك حالات أخرى تعطي فيها الطي صوت اس، مثلا كما في كلمة لا ديموكراسي، الديمقراطية، لا ديموكراسي. طبعا هناك بعض الحالات ولكن قليلة. ثم عندنا إكس ممكن تعطي الصوت اس، مثلا كلمة سيس أو ديس أو سواسونت، سواسونت، سيس ديس سواسونت. إذن هاد إكس تعطي الصوت اس ولا تعطي الصوت إكس. ثم نحصل على هذا الصوت أيضا من خلال اس سي، اس سي، اس سي، مثلا كما في كلمة سيونس، لا سيونس يعني العلوم، يعني العلم. ثم لا سانسور يعني السنسور، لا سانسور. كلمة أسانسور أنها تكتب أس سي. ثم كلمة بيسين، لا بيسين، يعني أن هذا صوت أس نحصل عليه من خلال أس سي. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، نلتقي عبر فقرات أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.